أمير قطر يزور إسبانيا برفقة زوجته جواهر بنت حمد، وإطلالة الأخيرة تثير الكثير من الجدل والانتقادات. زار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إسبانيا برفقة زوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم الثاني، حيث حضرا على مأدبة عشاء أقامها الملك الإسباني فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيزيا تكريما لهما. ظهور الشيخة جواهر يعتبر الظهور الرسمي الأول لها، وهو ما جعل من اسمها يتحول إلى أحد أكثر الوسوم تداولاً على شبكات التواصل الاجتماعي في دول عربية عديدة. صور ومقاطع فيديو عديدة انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت الاستقبال الرسمي للشيخ تميم والشيخة جواهر. هذه الصور لفتت انتباه مستخدمي شبكات التواصل بشكل كبير، إذ أعادوا مشاركتها وأرفقوها بانتقادات وتعليقات كثيرة على إطلالة الشيخة جواهر. مستخدمون كثر وخصوصا من الإناث اعتبروا أن إطلالة زوجة أمير قطر غير جميلة، وأن ألوان ملابسها غير متناسقة. ومن الانتقادات التي قرأناها ما قاله البعض عن أنه لا يكفي أن تكون الملابس غالية الثمن وتحمل اسم علامة تجارية شهيرة حتى تصير الإطلالة أنيقة. البعض علق على القميص، والبعض الآخر انتقد طول السروال، فيما اكتفى آخرون بالقول أن الإطلالة بشكل عام لم تكن موفقة. الشيخة جواهر ظهرت بشعر مكشوف من دون حجاب، وهو ما لفت نظر البعض، فقال أنه كان من الأفضل لها لو كانت محجبة. لكن في المقابل مستخدمين آخرين كان لهم رأي معاكس، إذ قالوا أن الشيخة كانت جميلة وأنيقة واختارت ملابس لا تكشف الجسد. كما عبر أصحاب هذا الرأي عن دعمهم ومحبتهم لأمير قطر ولزوجته وعن تأييدهم لمواقفهما.